يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. خلونا نبدأ أخبار اليوم بأهم خبر هذا الأسبوع واللي كان منتظر منذ سنوات. أي نعم، أقصد المسلسل المشتق من عالم سيد الخواتم The Rings of Power، واللي تدور أحداثه قبل أحداث عالم سيد الخواتم وعالم The Hobbit بآلاف السنوات. بمعنى إيش يا وجيه؟ بمعنى إنك تقدر تتابعه على طول مباشرة. أمازون يا جماعة الخير من باب التسويق يعني وإشباعا لرغبة المشاهدين نزلوا حلقتين دفعة واحدة، واللي هي حاجة جدا ممتازة من الناحية التسويقية لمنصة أمازون وكمان للمسلسل نفسه. ممكن معظمكم سمع هذه المعلومة أو يعرف هذه المعلومة إنه مسلسل أو المسلسل المشتق من عالم سيد الخواتم دفعوا عليه فلوس مرة كثيرة، 750 مليون دولار اندفعت على الموسم الأول فقط، يعني حوالي 90 مليون دولار للحلقة الواحدة. مبلغ ضخم جدا واستثمار جريء جدا من منصة أمازون برايم، ويفترض إنه هذا المسلسل هو المسلسل الأغلى تكلفة في تاريخ التلفزيون. سجل عندك يا أمازون أول إنجاز تم تحقيقه أغلى مسلسل. عموما نزلت الحلقتين من هذا المسلسل، وللأمانة يا جماعة من الناحية الفنية والإنتاجية المسلسل أول حلقتين كانت جدا جدا ضخمة، حلقتين تخلينا نضرب مثال في مثالية المؤثرات البصرية، حلقتين تخلينا نضرب مثال في مثالية المكياج السينمائي والمؤثرات الصوتية وغيرها من الأمور الفنية. حقيقي تشوف الحلقتين تقول يا ساتر يا الشغل اللي سووه في هذا المسلسل. بس لحظة يا جماعة، طبيعي جدا انه يكون العمل متكامل من الناحية الفنية. انت دافع عليه 750 مليون دولار تستهبل؟ لو اشوف غلطة واحدة في المؤثرات البصرية بروح اسوي لكم مشكلة يا أمازون برايم. طيب حلو، امال الصدمة وين عزيزي الوجيه؟ انت كده دائما لما تقول كلام تقول بس الصدمة ايش؟ الصدمة ايش عزيزي الوجيه؟ المسلسل اول ما نزل حصل على تقييم 6/10 على موقع IMDb، واللي هو موقع تابع لشركة امازون، واللي هي نفسها شركة انتاج المسلسل، واللي هي برضو نفسها المنصة اللي قاعدة تعرض المسلسل. طيب ليش 6/10؟ هل المسلسل سيء لذي الدرجة يا وجيه؟ لا والله، من ناحيتي المسلسل جدا بطل، وهذه وجهة نظري ووجهة نظر اكثر من 8000 شخص الى تاريخ هذا الفيديو. يب 8000 شخص قيموا المسلسل 10/10. طب ليش التقييم العام للمسلسل 6/10؟ اهرج يا وجيه اشغلتنا. اوكي جاك الكلام، حوالي 7000 شخص قيموا المسلسل 1/10. تخيل. بس في حاجة ما هي منطقية في 7000 شخص اللي قيموه 1/10. تخيل انه 7000 شخص دول اللي دخلوا على موقع IMDb وقيموا المسلسل 1/10 ما لهم وجود. يب ما لهم وجود. تدخل على موقع IMDb، الناس اللي معطيته 10/10، 8/10، 9/10، 7/10 كاتبين ارائهم، كاتبين تقييمنا 9/10، تقييمنا 8/10، تقييمنا 7/10، تقييمنا 10/10، كاتبين اسبابهم، كاتبين ارائهم، كاتبين انتقاداتهم وسلبياتهم. بس الغريب ان كل شخص اعطاه 1/10 من 7000 شخص ما كتبوا ولا كلمة. 1/10 ومشي. ليش 1/10؟ ما ذكروا السبب. معقولة حوالي 7000 شخص وأكثر من 7000 أعطوه 1/10، ما فكر واحد منهم يكتب ليش ما عجبوا المسلسل؟ ليش أعطاه تقييم 1/10؟ هنا نقدر نقول إنه المسلسل رسميا يواجه حملة خاصة لتخفيض التقييم، وهذه الحركة ترى تحصل بشكل متكرر. أقرب مثال لها قبل سنة مسلسل أو أنمي هجوم العمالقة، دخلوا أمة لا إله إلا الله لكل حلقة من حلقاته قيموها 1/10 علشان يخفضوا تقييم المسلسل، وللأسف فشلوا. ممكن ترى ما يكونوا شافوا مسلسل لورد اوف ذا رينجز اصلا، بس دخلوا كذا قيموه 1/10 ومشي. يعني الموضوع عناد فيما معناه او استهبال. طيب حلو، هذا بالنسبه لموقع IMDb. تعال معايا على موقع الطماطم الفاسده او روتين توميت، الناس برضه اعطته في موقع الطماطم الفاسده تقييم 37%. والله برضه منخفض يا وجهي، ايش السالفه؟ بس الحلو انه في موقع الطماطم الفاسده الناس كتبت ايش اللي ما عجبها في المسلسل. طريقه التقييم في موقع الطماطم الفاسده ما هي زي IMDb تعطي 10 نجوم او 5 نجوم او لا، عندك 5 نجوم في موقع الطماطم الفاسده تقدر تعطي نص نجمه، نجمتين، نجمه ونص، نجمه، وعلى اثر التقييمات هذه كلها يطلع تقييم نهائي اللي هو بالنسبه المئويه. المسلسل هذا اخذ تقييم 37% واللي هو تقييم منخفض زي ما قلنا. بس الحلو يا جماعه انه الناس كتبت تقييماتها، قيموا مثلا نجمه او نص نجمه وكتبوا اسبابها. انا للامانه قرات مجموعه من التعليقات والمراجعات السلبيه بالتحديد علشان اعرف
يعرف إيش اللي ما عجبهم في المسلسل. والمراجعات هذه بنقولها لكم الحين وأنا أتكلم معاكم بالترجمة العربية يعني، وبقولها لكم فيما معناه. على سبيل المثال واحد كاتب المسلسل فاشل جدا، دوب ما نزلت منه الحلقتين، كيف ميزانية ضخمة زي كذا وآخر شيء المسلسل فيه حوارات جدا تعبانة، مستحيل الحوارات هذه تمر مرور الكرام. هذا كلام أحد التعليقات. واحد ثاني كاتب المسلسل فنيا من أروع ما يكون، بس التمثيل عند بعض الشخصيات سيء للغاية، وكمان الحوارات جدا سيئة. واحد ثاني كمان كاتب أحلى ما في المسلسل هذا هو الموسيقى، وكتب ملاحظات كذا كثيرة حول الهوبيت وتصميمهم لشخصيات الهوبيت وملاحظات ثانية. واحد ثاني كاتب الحوارات الفلسفية جدا تعبانة ورخيصة، كتابة المسلسل في أول حلقتين جدا غبية، ميزانيتكم الضخمة هذه شكلكم حطيتوها كلها في المونتاج والمؤثرات البصرية وغيره، ونسيتوا تجيبوا ناس تعرف تكتب زي البشر والأواد. واحد كمان كاتب المال لا يشتري المواهب، مسلسل جدا جميل كمتعة بصرية ولكنه خاوي وفارغ. عموما كل التعليقات هذه اللي قلتها لكم معطينا المسلسل تقييم كم؟ نجمة نص نجمة، نجمة نص نجمة. معقولة يستاهل نجمة ولا نص نجمة؟ يا شيخ اتق الله اتق الله، لو قلت لي ثلاثة نجوم نجمتين ونص ممكن أبدأ أخذ وأعطي معاك، بس نجمة ونص نجمة وهذه أسبابك لا ما يصلح. عموما معظم التعليقات والمراجعات السلبية تتفق في نقطتين تقريبا، المسلسل ممتع وضخم إنتاجيا ولكن فيه مشكلة في الحوارات وتمثيل بعض الشخصيات والقصة. هذا تقريبا ملخص معظم الانتقادات أو الآراء السلبية حول المسلسل. طيب أنت يا وجيه إيش رأيك؟ أنا عن نفسي كتبت لكم تغريدة في تويتر أول ما تابعت المسلسل، قلت لكم المسلسل يدعو للتفاؤل والملايين اللي انصرفت عليه واضحة في كل مشهد وفي كل تكوين، ومتحمس أكيد للحلقات القادمة. ولو راح أحكم عليه بشكل كامل ما راح أحكم عليه الحين، راح أحكم عليه بعد ما ينتهي أو على الأقل بعد 5 حلقات، لكن بشكل عام يا جماعة المسلسل ما هو سيء أبدا ولا مثل ما وصفه الكثير من النقاد والجمهور السلبيين مرة. ممكن تقدر تقنعني أنه يستحق 7 من 10، أنه يستحق 8 من 10، 9 من 10، 10 من 10، لكن أنك تقيمه 5 من 10 أو 4 من 10 أو 1 من 10 وتحاول تقنعني، أحب أقول لك أنا آسف لك والله ظلمت المسلسل. ولاحظة يا جماعة ترى أنا مؤمن جدا بحرية التقييم، أعطيه 1 من 10 ولا أعطيه 0 من 10 بكيفة، بس مو معناته إني ما راح أعاتبك وأحاول أفهم ليش أنت معطيه هذا التقييم المنخفض. عموما أعزائي الوجهاء عزيزاتي الوجيهات، لا تنجرفوا وراء هذه الآراء السلبية، تابعوا المسلسل بأنفسكم واحكموا بأنفسكم. مثل ما في كثير ناس قاعدين يسبوا ويشتموا المسلسل، في ناس كثير مدحوه ورفعوه فوق السحب وأنا واحد منهم. تابعوا المسلسل واحكموا بأنفسكم. وقع طولنا في هذا الخبر الأول في فيديو اليوم. عرضت الأكاديمية الخاصة بتنظيم حفل الأوسكار أو أكاديمية جوائز الأوسكار على الممثل والستاند اب كوميدي كريس روك، وقالوا له يا حلو يا أسمر يا جميل نبغاك تكون مقدم حفل الأوسكار في السنة القادمة، ينفع ولا ما ينفع؟ كريس روك سكت قليلا والتقط أنفاسه وروق المانجا كذا، وبعدين رد عليهم قائلا تهبهبوا، يب قال لهم تهبهبوا، اوف كورس راح يرفض يا جماعة. آخر مرة كان هوست الحفلة الأوسكار أكل كف على وجهه شافوه مليارات البشر، المرة الماضية كف، المرة الجاية إيش بيصير؟ بينزل علي واحد معاه عصاية ولا معاه سكينة يطعني في إذني قدام الناس؟ لا شكرا ما أبغى استضيف حفلكم النايم ذا. أكيد 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 من أبسط حقوقك كابتن أرفض وأعطيهم على إذنهم هم وويل سميث كمان. فيلم فول يا جماعة توفر بجودات عالية وتقدرون تتابعونه في أي وقت يناسبكم. الفيلم من نوع الأفلام هذيك اللي تجيب لك أم الهم والتعاسة والنكد وأي شعور سيء في هذه الحياة، غير أنه يتكلم عن بنتين سبايك قرروا يتسلقون برج طويل جدا. أوكي وجهة التسلق الهايكينج يعني رياضة جميلة وفي لها جمهور كبير، اتفق معاك كلام جوته كلام، بس الثنتين ذولي راحوا يتسلقوا برج جدا طويل والبرج هذا قديم ومصدي وحالة أمه حالة. المهم أنهم يطلعون إلى أعلى البرج ويعلقون هنا، كيف ننزل الله أعلم، إيش حنسوي الله أعلم، شوف الفيلم بنفسك إيش حتبغى نحرق عليك. عموما إذا عندك فوبيا من الأماكن المرتفعة لا تتابع، وإذا ما تحب الأفلام اللي تجيب التوتر برضو لا تتابع. الفيلم تقييمه على موقع IMDb 6.5 من 10 وأنا أعطيته تقييم 6 من 10 يعني بكيفك، يغلق لك الليلة إذا ما عندك شيء تتابعه تابع.
بعض المصادر يا جماعة تقول إن فيلم ذا فلاش القادم تم عرضه على مجموعة بسيطة من البشر، شوية نقاد على شوية جمهور كذا، ويقال إن الفيلم حصل على ردود أفعال إيجابية جدا جدا وتقييمات عالية جدا جدا قريبة من تقييمات فيلم ذا دارك نايت للمخرج كريستوفر نولان. ياب، غير إنه الولد نفسه بطل ذا فلاش اعتذر قبل كم يوم وظبط المظبيط كذا مع الجمهور، واليوم كمان نزل لنا هذا الخبر الحلو. الأخبار كلها اللي جاية عن فيلم ذا فلاش تبشر بخير، فكل اللي أحب أقوله لكم يا دي سي عشت عليكم، ننتظر الفيلم على حرم من الجمر. إشاعات تحوم في الأرجاء وتقول إن مارفل تواصلت مع الممثل هنري كافل مؤدي شخصية سوبرمان ومؤدي شخصية ذا ويتشر، وجالسين مارفل يرتبون له دور في عالم مارفل السينمائي. ما في شيء رسمي، كلها إشاعات إلى الآن أو كلام كده يحوم في الأرجاء، ولكن أنا يهمني أعرف رأيكم. أنتم إيش رأيكم؟ هل تشوفون إنه فيه دور ممكن يناسب هنري كافل في عالم مارفل السينمائي؟ لأني أنا عن نفسي صراحة قاعد أواجه مشكلة في تخيله في دور غير دور سوبرمان. دور سوبرمان يا جماعة انفصل له تفصيل، شيء كده تحس انه ذا الآدمي خلق ليكون سوبرمان. فيلم بلوند واللي يحكي قصة النجمة الراحلة مارلين مونرو، تخيلوا يا جماعة انه تم تصنيفه على انه فيلم من فئة NC-17. طبعا ممكن بعضكم مش فاهم ايش قصة NC-17 هذه او ايش قصة التقييم هذا بالتحديد. حلو الكلام، خلينا اوضح لك. انا هنا علشان اوضح لك، اقل الافلام تصنيفا عادة في عالم الافلام يرمز له بالرمز G، وهالنوع من الافلام يناسب الجميع، كبار صغار اطفال عقلاء مجانين بشر فضائيين حيوانات، كله يقدر يتابع هذا النوع من الأفلام اللي تصنيفها جي، وهذا أقل نوع أو أقل تصنيف أو أول تصنيف. وتبدأ هذه الرموز بالتصاعد PG وبعدها PG-13 وترتفع معها الفئة العمرية لهذا الفيلم أو لهذه الأفلام، إلى أن نوصل إلى التقييم اللي ما قبل الأخير واللي هو R، واللي يعني إنه الفيلم هذا اللي تصنيفه R للكبار فقط، أو مثل ما نقول له إحنا إيش +18. وتصنيف R ممكن يكون مرعب، مرة مرعب، مو شرط يكون كله جنس أو في مشاهد جنسية، لا ممكن يكون مرعب دموي عنيف، هذا بالنسبة لإيش للآر. حلو الكلام، حلو الكلام. هي تصنيف NC-17 اللي قلته لكم في بداية الخبر يشير إلى إنه الفيلم راح يكون بلا قيود، راح يحتوي على مشاهد جنسية صريحة وواضحة أو مشاهد عنيفة بشكل جدا مبالغ فيه، أو راح يحتوي على ألفاظ جدا جدا بذيئة، وقد يحتوي بشكل عام على مشاهد غير مريحة للعين ولكثير من المشاهدين. طبعا في ناس قالوا ليش التصنيف هذا، ليه ما حطوا R حكم انه الفيلم بينزل على نتفليكس، ايش التصنيف المبالغ فيه ذا؟ انا صراحة ما عندي اي جواب، ولاني هنا علشان اجاوبك التفاصيل هذه، بس على قولتهم ايش المخرج عاوز كده. رغم من انه بطلة الفيلم قالت يا جماعة ترى التصنيف هذا مبالغ فيه، الفيلم كان مفروض يكون R rating، في افلام اقبح من هذا الفيلم واكثر مبالغة فيه، يعني قصده في المشاهد وكذا، واخذ تصنيف R. احنا ايش نقول؟ ننتظر ونشوف، ليش نستعجل؟ تيموثي شالاميت يا جماعة يقول إن السوشيال ميديا خربت حياة البشر. أتفق معك صراحة، السوشيال ميديا غيرت حياة البشر بشكل مرة كبير، بشكل سلبي وبشكل إيجابي، بس أتوقع علشان كذا أنت لابس اللبس الغريب هذا، صح؟ تبغى توري الناس التأثير السلبي للسوشيال ميديا على الأشخاص، صح؟ يا لئيم أنت يا لئيم. جمهور هاري بوتر يا جماعة قبل كم يوم قلبوا أم السوشيال ميديا فوق تحت، اسألني ليش. جميع أفلام هاري بوتر بكامل أجزائها صارت متوفرة للمشاهدة على منصة نتفليكس في الشرق الأوسط. يب، تقدر الآن تدخل على منصة نتفليكس وتعيد متابعته وتستمتع فيه بشكل كامل من جديد، أو في حال إنك جديد وتبغى تسافر في رحلة جديدة مليانة سحر ومغامرات جميلة، لا يفوتك هاري بوتر. صرح صناع مسلسل ريك أند مورتي وقالوا إنهم راح يحرصون أشد الحرص إنهم ينزلوا موسم كل سنة. الكلام هذا قالوا ليش؟ قالوا بسبب استياء الجمهور، الجمهور زعلان يا بويا بين كل موسم وموسم سنة سنتين، إيش الكلام الفاضي هذا؟ فقالوا خلاص راح نشتغل على موضوع إن ننزل كل سنة موسم جديد. لو كمان صرحوا إنه المسلسل ما راح يوقف قريب، المسلسل بيستمر لسنوات طويلة وقد تصل حلقاته أو تتجاوز عدد 1000 حلقة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر.
فاكرين الخبر اللي تكلمنا عنه قبل فترة عن نسخة مرعبة من فيلم ويني الدبدوب؟ يا سلام عليك، يعجبني انك فاكر الاخبار كلها اللي دائما نقولها. احب اقول لكم انه يب اخيرا نزل له تريلر رسمي. انا شفت التريلر واجواء الفيلم للامانة زي ما قلت لكم من زمان، الفيلم يقول انه بيكون تجاري، او على الاقل هذا اللي فهمته من الاعلان والصور اللي انتشرت، او من شكل ويني الدبدوب شخصيا. وبعدين ليش نستعجل بالحكم؟ ننتظر ونشوف الفيلم بانفسنا. ويقولون انه قصة الفيلم بتكون عن ويني الدبدوب اللي تحول الى وحش غامض وقاتل متسلسل ومسوي مشاكل كذا مع الدنيا، بسبب ان صديقه المخلص كريستوفر روبن تخلى عنه، وعلى اثر هذا السيفون تحول ويني الدبدوب الى وحش متعطش للدماء. ما هي مثيرة للاهتمام القصة صح؟ قلت لكم بيكون فيلم عادي او تجاري او ممكن مضروب كمان، او يمكن يطلع فيلم مرة حلو ما ادري. وش بكم انتوا علي كذا؟ الامارات والسعودية والكويت في خبر جدا جدا جميل، راح تعيد طرح فيلم The Dark Knight، الفيلم اللي ظهر فيه الجوكر، في صالات السينما، وبالتحديد في يوم أو ابتداء من 8 سبتمبر. إذا هذا مش أحلى خبر هذا الأسبوع ما أدري وش بيكون. أتمنى بس إنه يتم طرحه في جميع صالات السينما مش سينمات مختارة وبس. HBO يا جماعة كذا بعد ما نزل مسلسل سيد الخواتم وبعد الضجة اللي سواها المسلسل، كذا قرروا قالوا يا جماعة اسمعوا، المسلسل مسوي ضجة، نبغى نزيد الضجة ضجة، ايش بتسوى يا جماعة؟ قرروا انهم ينزلوا الحلقة الاولى من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون على اليوتيوب. يب سمعتني كويس، يب اذنك سليمة وعشرة من عشرة كل شيء تمام. الحلقة الاولى من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون نزلت على اليوتيوب، انت ما تقدر تشوفها ولا انا الا لو انك في دول اوروبا ودول امريكا. هم نزلوها في عدة دول في اليوتيوب، تدخل عليها في اليوتيوب يقول لك نأسف لك المحتوى هذا غير متوفر في بلده، اقدح من كذا ما فيش. بعدين لا تفلها، بس ترى الحلقه الاولى ها، باقي الحلقات ما راح ينزلوها، ايش هم دافعين عليه ملايين عشان تيجي تشوف انت بلاش؟ ايش الكلام الفاضي هذا؟ وبالحديث عن مسلسل آلة التنين او هاوس اوف ذا دراجون، الاسبوع الماضي يا جماعه وبعد عرض اول حلقتين تم تجديد المسلسل الى موسم ثاني. يا ساتر ليش لا؟ اصلا الخطه دي مكتوبه من زمان يا جماعه، وكلنا عارفين انه المسلسل بيتكون من عده مواسم، بس الجماعه في اتش بي او ايش حبوا كذا ياخروا الخبر يعني علشان يحمسوني ويحمسوك يعني، ويستفيدوا من الضجه الاعلاميه ويسووا ضجه اعلاميه اكثر أم الحماس. وبالحديث عن مسلسل آلة التنين برضو، يقولون بعض النجوم اللي شاركوا في مسلسل هاوس اوف ذا دراجون انه مؤدية شخصية الاميرة أليسنت وشخصية الاميرة رينيرا تارغاريان اللي بينهم ده مش صداقة، اللي بينهم ده حب. يب حب حب حب، ما في شيء رسمي، هذا كلام بعض الممثلين، من بينهم الممثلة اللي قدمت دور الاميرة أليسنت. يعني كذا يقولون انه القصة والنص تقول كذا. عموما ايا كان الهبل هذا اللي قاعد يصير في هذه التكهنات والتوقعات، فقد تم إجهاضه بعد خطوبة الأميرة أليسنت للملك فيسيريس. غير كذا يا جماعة المسلسل من ناحية الدعارة والجنس والفوضى هذه مليان، وقفت يعني على هذه حتفرق يعني. وبالحديث عن مسلسل آلة التنين برضه، الحلقة الثانية يا جماعة وصلت مشاهداتها على منصة HBO Max إلى 10,200,000 مشاهدة، واللي يعتبر رقم ضخم جدا 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 في عالم الأفلام والمسلسلات، أو المسلسلات بالتحديد. أرجع وأكرر، الإحصائية هذه ما يدخل فيها إيجي بيست والشباب. وبالحديث عن مسلسل آلة التنين آخر خبر، والله يشاع إن الممثلة إليزابيث أولسن راح تنضم للموسم الثاني من مسلسل هاوس أوف ذا دراجون. مش أكيد، ما زالت إشاعات كذا تحوم في الأرجاء، ولكن الإشاعات هذه انذكرت كثير كثير في الإنترنت، قاعد تتداول هذه الإشاعات، فممكن تكون صح بنسبة كبيرة وممكن تكون إيش كيس.com. نتفليكس يا جماعة ألغت مسلسل Resident Evil بعد موسم واحد من عرضه. ليش؟ ليش يا وجيه؟ أنا أقول لك ليش. المسلسل تقييمه على موقع IMDb 3/10، هذا أول سبب. السبب الثاني، المسلسل مضروب والجمهور ما خلوا سبة ولا شتيمة إلا وحطوها فيه. والله يا جماعة شوفوا، نتفليكس يحتاج لهم تقريبا 10 سنوات من الأعمال النظيفة والممتازة علشان يقدروا يمسحوا سمعتهم التعبانة في عالم المسلسلات والأفلام هذا. غير كذا والله يا نتفليكس سمعتكم بتضل من جرف الدحديرة إلين تفلسوا. الحقوا على انفسكم، لا تغركم القمة، القمة ما هي دائما احد يا نتفليكس، اسمعوا كلامي، اسمعوا الكلام. وختاما يا جماعة، الحلقة الثالثة من مسلسل شي هولك نزلت، ويبدو ان المسلسل متجه نحو الطريق المنحدرة. انا سكت وتحملت وعملت نفسي مجنون وقلت لكم ما تستعجلوا في الحكم، اصبروا يا جماعة، بس وربي المسلسل قاعد يتجه للطريق المنحدرة. ايش ام الفوضى والسبهلة والكوميديا اللي ما الام لازمة ذي؟ والمشكلة انه اكبر مشكلة هي مشكلة السي جي اي، شي هولك عبارة عن سي جي اي، سووها صح
ما هي مسويه صح يا جماعه. فوضى اقسم بالله كانها خرجت كذا من بلاي ستيشن 1 ودخلت جوه المسلسل. This is not real. هذه مش حقيقيه. شي هولك باين انها مرسومه. اشياء كثيره. خلوني ساكت خلوني ساكت، ننتظر المسلسل لين يخلص وبعدين نعطيهم على اذنهم او انهم يضبطوا المظبيط في الحلقات الباقيه. غير كذا والله المسلسل متجه للطريقه المنحدره زي ما قلت لكم. يعطيكم العافيه يا جماعه، اضغطوا لايك للفيديو لو عجبكم، تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو قادم.